خليني اقول لك ان المحراب ده مهم جدا، لان دي الخلوه اللي بتختلي فيها مع ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله. ده الطريق اللي بتقعدي فيه تحاسبي نفسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يا ست لم يقل حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ودايما كانوا بعض مشايخنا يقولوا لنا كده، لما الدنيا تاخدك يا ابني مشي عيالك، وديهم عند حماتك، وديهم عند امك، وديهم عند ابوك، وضلم البيت كله ونام على الارض كده، وافتكر ان انت مت، وان الملاكين داخلين عليك بيسالوك على كل شيء. ده احساس مرعب قوي يا شيخ محمد. صح. طبعا. طيب لو انت فكرت في كده، فكرت في كل واحد ظلمتيه، فكرت في كل واحد اسيتي عليه، فكرت في كل واحد نمتي وهو بيدعي عليكي، فكرت في كل واحد غبنتيه، فكرت في كل واحد افتريتي عليه، استقوتي عليه، قهرتيه، وبعدين تخيل كده وانت قاعد كده او انت نايم كده الملائكة بتحاسبك بقى في كل حاجة. خلي بالك بتعرض عليك اعمالك وانت بتقرا كتابك وبتبكي حسرة وندامة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أول ما تترعب وتوصل للإحساس المرعب ده قوم اصرخ وقول رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، وافتح باب الشقة واخرج ورد المظالم والحق اللي بقية في حياتك. جدد نفسك قبل ما تيجي لحظة، نفس اللحظة بس الفرق لا هتعرف تقوم ولا تفتح باب، هتكون على التراب والملائكة هتبقى حقيقية. وساعتها لما تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هيقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. وتلاقي النداء نداء من ندائين، إما نم كما ينام العروس ليلة عرسه، وإما نم برب غضبان ليس راض وقد فتح لك باب من جهنم. أعوذ بالله. فعشان كده المحراب ده مهم جدا. وانت بتتكلمي على البر وعلى الصدقة وعلى السقف وعلى البير وعلى الإطعام، كويس قوي ان احنا النهاردة بقت الصدقة في جيبنا عقربة بتلدغنا، عايزين نرميها واحنا بنقبض من الفيزا كارت، نلحق بسرعة على مش عارف على كام، نحط كام ونحط كام. طب وانت انا اسف على رجلك نقش الحنة لما تمشي وتروح للفقير كده وتخش عليه في رمضان او تخش عليه في اي وقت، ولمراتك تعرف ولا تطبع نتائج بصورتك وانت بتسلم الناس وبتضحك، ولا تقول انا بعمل وبدي مرات فلان وبدي فلان وبدي عيال فلان، وتخش بالله عليك كده وتسلم عليهم وتديهم. وخد بالك انا ما والله بيبقى الشخص المتصدق هو اللي محتاج الاحساس ده. في حاجه صعبه انت ما تعرفهاش، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، من استطاع ان تكون له خبيئه عمل فليفعل. خلي مش حضرتك حاجه بينك وبين ربنا، كل واحد فينا عمر ما في واحد بيقول مرتبه لمراته ابدا. صح ولا لا؟ وحتى كل واحد قبضت يقول لها خدوا مني نص شهر، ما نزلوليش الا ربع شهر. مش كل البيوت كده الا ما رحم ربي، يعني خلينا اعدي معاكي بس الا ما رحم ربي. عايز اقول لك كل البيوت يعني كلنا بنخاف من الحريم قوي، يعني انت مراتك ما تعرفش انت بتاخد كام؟ لا دي حقيقه، يعني انا بقول لك الحقيقه، عمرها ما سالت. انا عارفه عمرها ما سالتني، ولو سالتني هقول لها يعني انا بمشي جنب الحيط. يعني نفسك اهو جري يلا يديكي. فالشاهد انت بتخبي على مراتك عشان لو عايز تدي اختك، علشان لو عايز تجيب حاجه حلوه، عشان لو عايز انا اسف لو ليك زوجه تانية وعايز تديها. فبالله عليك بالله عليك ربنا سبحانه وتعالى، انت مش محتاج يكون لك خبيئه عمل عنه؟ يوم القيامه تنساها مش فاكرها، وتيجي تقف قدام الميزان هي وانت الى النار، هي اللي بتنجيك. استنى ده انت ليك عندنا عمل،
أنت نسيته ونحن حفظناه. آه طبعاً. أنت أهملته ونحن كتبناه. علشان كده بقول لك روح للفقير بإيدك وروح للمسكين بإيدك وروح للمريض بإيدك اديله وخلي نفسك منكسرة وإنت عنده كده قل له ادعيلي وبلاش تقول له ادعيلي ادعي نفسك لأن ربنا عنده.